عدد وصل الآن عدد المضروبين على الطعام داخل السجون إلى 66، منهم 58 داخل السجون و 8 خارج السجون. أعتقد من النهاردة لغاية الأيام القليلة القادمة العدد هيبقى في تزايد مستمر داخل المعتقلات وخارجها إلى أن تعمم على مستوى الجمهورية وتصبح السلطة أمام جيش من المعتقلين المضربين عن الطعام وأمام جيش آخر خارج السجون هو أيضا مضرب عن الطعام، وتصبح هذه السلطة التي تعمل بقمع دائما مع الشباب خاصة من بعد 30/6 هي المحاصرة من الشباب الموجودين داخل السجون ومحاصرة من خارج السجون. علاء مقال مضرب عن الطعام حوالي أكثر من 20 يوم حوالي 22 يوم، سناء مقال مضرب أكثر من أسبوع، وأنا ومنى بنتي الثانية اللي هي مش محبوسة بدأنا إضراب عن الطعام يوم الخميس. أنا مش سارة سلطان، سارة محمد قريبة سلطان فعلا، تمام. محمد معتقل من يوم 25/8 بقاله أكتر من سنة في السجن، مضرب عن الطعام من يوم 26/1 بقاله 225 يوم بالظبط مضرب عن الطعام. قصة محمد اتعرفت يعني إلى حد كبير، يعني قلناها كتير، ومحمد وضعه الصحي لا يحتمل، أو الحكي كله مش هيعبر عن وضع محمد دلوقتي جوه المعتقل في زنزانة صغيرة جدا، وفي ظل أساسا وضعه الصحي من قبل دخوله المعتقل وضعه الصحي متدهور جدا. واحد مضرب عن الطعام بقاله 225 يوم، حالته النفسية أكيد مش هتبقى كويسة. الحقيقة أنا مش عارفة إيه ممكن يتقال أكتر من اللي كنت اتقال قبل كده، بس أنا ممكن أقول إنه قضية محمد سلطان ما ينفعش تتنسي. هو يعتبر دلوقتي أطول مضرب عن الطعام في السجون المصرية. أعلنت إضرابي يوم 31 أغسطس الساعة 5 العصر. لحد دلوقتي مطالبي هي إسقاط قانون التظاهر وإسقاط مادة المحاكمات العسكرية المدنيين وإفراج فوري عن كل المعتقلين ومتضامن مع المعتقلين المضربين عن الطعام داخل السجون. وفي مطلب خاص بالقضية اللي هو إعادة محاكمة قضية مجلس الشورى بشكل يليق بالمتهمين والإفراج الفوري عنه.